من معبر للموت إلى معبر للحياة، هذا ما يبدو عليه وضع معبر الدحي اليوم في الذكرى الأولى لتحريره. فالمعبر الذي ظل خاضعا لسيطرة الميليشيا لأكثر من عام شكل معاناة مضاعفة لأبناء المدينة بسبب الحصار الذي فرضته الميليشيا عليها، تمثل في منع المواطنين من إدخال المواد الأساسية والضرورية. في أيام الحصار، حصار مدينة تعز، كان يسمى معبر الموت، امتنت فيه كرامة أبناء تعز وآدميتهم، لم تمتن فيها كرامة الفلسطيني في معبر رفح. يعني يكون أصبح معبر رفح في فلسطين، لكن اليهود والله لم يمارسوا ربع ما مارسه الميليشيا أو الحوثيون في هذا المكان. وتخليداً لهذه المناسبة وفي ذكراها الأولى، نظم العديد من المواطنين وقفة احتفالية احتفاءً بكسر الحصار المفروض ودحر الميليشيا من العديد من مناطق مدينة تعز. نحن اليوم خرجنا في محافظة تعز رجالاً ونساء وأطفال لنوصل للعالم كله أن نحن صامدون وسننتصر بإذن الله، بقوتنا، بإرادتنا، بعزيمتنا، سننتصر. الوقفة الاحتفالية تضمنت الكثير من الوصلات الفنية والأناشيد الوطنية، ورفعت شعارات تطالب بسرعة استكمال تحرير المحافظة من الميليشيا. وكانت منظمات حقوقية قد تمكنت من رصد العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المواطنين. أثناء إغلاقها للمعبر كشفت من خلالها حجم المأساة التي تعرض لها أهل المدينة.